لأن الله قال ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا اللي حصل ذنوبنا. المطلوب مننا إذا ضربنا يرفع البلاء، اللهم أكافي البلاء، اكفنا البلاء قبل الدخول من السماء. المطلوب نحن نتوب، نحاول توبة بعد الاعتراف بالذنب. أما من لا يعترف بالذنب صلى الله عليه وسلم البطل يجب عليه. بلاش اعتراف، ماشي اعتراف عندنا بالذنب والتقصير. يجب علينا أن نعترف بالخطا. كلكم خطاء، من يقول هكذا؟ النبي محمد كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. توبوا إلى الله توبة خير. أما توبة الكذابين ما تقبل الله. وكن كريم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. نحن الآن في حضرة محضورة.